السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد عملائك عنده موديول شغال به بتاع Point of Sale على الأودو، فهو بيطلب بعض التعديلات، زي مثلا هذا التعديل إنه يخفي A Theoretical Closing Balance والترانزاكشن اماونت من الكاشير يوزر، اوكي، لانه هو عنده في السيستم بتظهر لكل اليوزرز، كان سواء كان ادمن يوزر او كاشير يوزر. فطبعا ده شغل بتاع كيو ويب تمبلتس، وشغل بتاع جافا سكريبت ويدجت او الاويل فريم ورك، اول فريم ورك اللي شغالين به ناس اودو. ف قمنا اشتغلناها لهم، الآن ده كاشير يوزر، أخفينا عنه الترانزاكشن أماونت والتيوريتيكال أماونت. طبعاً التيوريتيكال أماونت هو الأوبنين بالانس اللي فتح به الكاشير بلس الترانزاكشن أماونت. طيب، هو أيضاً بيطلب هنا في الجدول اللي بيدخل فيه الكاشير. الكاشير كان بيدخل هنا انه من الكوين فاليو كذا عنده كذا، يعني زي اللي هو بيعد الموني الموجود في الدرج، ولما ندوس زر البلس هنا على اساس انه ينزل كولوم جديد، وهنا ده زر الديليت. هو عايز انه يكون في الكاشير يقدر يشوف الاماونت اوف ماني اللي هو الكرنسي مضروبه في الكوين نمبر. وطبعا ده برضو شغل بتاع كيو ويب تمبلتس. والان لما نيجي ده نعمل سيت للكلوزنج بالانس، بيكون عملنا له التعديل انه يكون بالشكل ده، انه اذا عايز يضيف انه من الكوين فاليو مثلا 10 دولار عنده من الورقه اللي هي ورقه فئه ال 10000 على 10 دولار عنده مثلا 30 قطعه، إذا عنده 300. طبعا ده أودو موديول، هو ما فري موديول اسمه Point of Sale Retail، ممكن تلقوه في الأودو أب ماركت. أنا قلت الكلام ده في الفيديو لأنه نحن عايزين نعمل زي فيديوهات تعليمية نوري الناس فيها كيف تتعامل مع الكيو ويب تمبلتس، وتتعامل مع ال جافا سكريبت في الأودو. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.